معلش معلش، اصل لسه قدامي شويه شغل. شغل ايه يا حسين اللي يعطلك عن عيد ميلاد بنت؟ انت ما تبداش ابدا حتى في ليله زي دي. حالا حالا، ما تدقيش، اصل في قضيه بكره مهمه بدرسها مع الموكلين. طب بس والنبي ما تتاخرش، المعادين جم من بدري. خلاص بعد نص ساعه. طب خد. طيب يا ستي، ميرسي. ميرسي حاسس كده؟ اصل انا مش لوحدي. ولا لازم تديني بوس. ما اقدرش يا امينه حبيبتي، الناس واخدين بالهم. ماليش دعوه، بعدين ازعل مني. طيب طيب، ممكن اطلب التاجيل؟ لا، المحكمه ترفض التاجيل. يسمح بقى الدفاع يجيب البوسه ولا لا؟ حاضر يا امور البابا. بوسه؟ بعد نص ساعه هكون عندك. من كل دادة ودادة. الحفلة دي في الحقيقة
معمولة لكم انتم، ده حقيقي بيت ناس أغنية ربنا يوسع عليهم كمان وكمان، لكن لبسهم حلو ومش طالعين فيها، ومن رأيهم إن الحفلات دي إحنا أولى بيها، يعني الدادات، لأن الدادة بتعتبر الأم الثانية للطفل، لأنها بتربيه وتفسحه وتهننه وتشوف كل طلباته. برافو. تحيا دادة نعيمة. تحيا دادة نعيمة. تحيا دادة نعيمة. تحيا دادة نعيمة. متشكرين متشكرين، وكل سنة وانتم طيبين. برافو برافو، ده انت خطيبة مدهشة. العفو يا أستاذ، أفجنتم سوا بعض. يلا يا ديدي وريني شفاتك بقى، عاوزك تطفيهم كلهم مرة واحدة. ها يلا هوب، واحد اثنين ثلاثة. يلا يا ست خدي يا رب، خدي الشوكة كمان، خدي يا نينا. يلا بقى النبي حرصك وصايمك، ذوق اللي باباك وحنينا المنطق. اتفضلي يا نينا، كل سنة وانت طيبة. وانتي طيبة يا روح نينا، ان شاء الله عقبال ناخد من ايدك وانتي عروسة. ان شاء الله يا رب، ويديك طول العمر يا ست، ويديم عليك الفرح والهنا والسعادة. السعادة كانت تتم صحيح لو كانت عليا معانا. يا ترى انتي فين يا بنتي؟ اخلصي يا بنتي الادب، انت طالعه فيها على ايه؟ انت لازم تفهمي انك بتشتغلي هنا في المحل علشان خدمه الزباين، مش علشان تتنزحي عليهم. ازاي الزبون يكلمك ترد عليه بقله ادب؟ واحده زيك انت تتطول على راجل عظيم بالشكل ده؟ انا ما اتطولتش عليه يا مدام، ده هو اللي اخرزي يا قليله الادب، ده مش اول زبون تغلطي معاه، وكل مره حجتك هي هي، ده بصلي، ده مسك دراعي، انت فاهمه نفسك ايه؟ مفيش في جمالك؟ انت مالكيش وعد هنا، يلا روح خد حزام الجوري ب60 داهيه. اعملي معروف يا مدام. سامحيني المرة دي، هروح لمين ولا اي شغل منين لو اتضربت؟ فيلي عد في الارض، انت اللي زيك ما يستاهلش اي رحمة. معلش ابوس ايدك، اعملي فيا اللي انت عاوزاه بس ما تطردنيش. انت هتتكشح من هنا ولا لا؟ يلا مش هاخد حساب جمهوري ب60 ده. معلش يا عليا، ما تزعليش يا اخي، اصلها مفتريه ومفيش في قلبها رحمه. والله العظيم ده ظلم، انا كنت واقفه وشايفاه بعيني وهو بيعكس. هو ايه ده؟ مفيش انصاف في الدنيا دي ولا يعنيك مننا غلابه؟ ايه ده؟ مؤتمر ولا ايه؟ انت لسه هنا يا بنت؟ يلا على بره. الشر يعني راجع بدري ووشك متغير، ايه اللي حصل؟ اترفدت من شغل يا ابراهيم. يا دي المصيبه، انت لحقتي تتهني بالشغله لما تترفدي منها؟ ده الحظ المهبب ده. اسمتي هي اللي كده. لا حول الله يا رب. والله يا ست عليا انت ما تستاهلي الغلب ده كله. بالعكس يا ابراهيم، انا استاهل كده واكتر من كده. انا غلطت في حق اهلي واتبطرت عن النعمه اللي ربنا بعتها لي، اديني بكفر عن غلطتي. واهلي الحمد لله ربنا اداهم وساعدهم. ما تطوعيني وترجع لهم وترمي حملك عليهم، هو الضفر عمره يطلع من لحم. انا عندي اموت ولا اوريهمش وشي بعد اللي عملته. امال هتفضلي طول عمرك كده تلطمي نفسك على اللي يسوى واللي ما يسواش؟ اعمل ايه يا ابراهيم؟ اكل العيش عاوز كده.
لازم ادور على شغله من تحت الارض. ربنا معاكي، وانا من ناحيتي مش هسيب جورنال الا ما ادور فيه على اعلانات الشغل. كتر خيرك. ايه ده يا ولد؟ هات جورنال، هات جورنال يا ولد. تعالي تعالي تعالي، لقيت لك شغلانه جنيه وتفتح النفس. صحيح والنبي فين؟ اهي اقري مكتب المقاولات العمومية 20 شارع عدلي، في حاجة إلى أنسة مثقفة بمرتب حسن والمقابل يومين من 10 لـ1. على الله يا رب وفقني المرة دي. 4 أشهر دلوقتي يا إبراهيم وأنا بلف على شغل من غير فايدة. أنا حاسة إنك هتروحي ترجعي مجبورة الخاطر. أسيب بقى عشان تغيري هدومك وتتوكلي على الله. سلام عليكم. يا رب. تعرفي إنجليزي؟ لا. تعرفي فرنساوي؟ لا. تعرفي تكتبي على الماكينة؟ متأسفة لا. كده معلش، على كل حال برضو تنفعي. خيرة ست عليا، سابة ولا ضابة؟ والله يا معلم محمود مفيش اسم كده. ومش عاوزة جبنة ولا زيتون زي كل يوم؟ لا متشكرة أوي، معنديش نفس. وليه؟ ما تاخدي، انت خايفة يعني هتتفهى وتغلطي في الحساب؟ 3 أشهر وانت بتجر جبنة وزيتون، ومفيش مرة تحطي في عينك شوية ملح وتقولي خد دول من الحساب. معلش يا معلم محمود، أول ما هشتغل هدفع لك كل الحساب. أنا كاتب من الكلام ده كتير، لكن حيلك أنا مش كروديا. الجبنة والزيتون دول بدفع فيهم فلوس، مش بزرعهم في جنينة بابا. أنت 100 مرة قلتيلي أنا هشتغل وأجيب لك الفلوس، لا بتشتغلي ولا بتتنيلي. أنت فاكراني وارث ولا فاكراني واقع في جمال حضرتك؟ مفيش لزوم للكلام ده يا معلم، إن شاء الله بكرة هتفرق. اللهم طولك يا روح. اهلا وسهلا اشرقت الانوار، ان شاء الله تكون الست المصونه والجهره المكنونه، الشاب الشغله تناسب مقامها العالي عشان تتكرم وتتعطب وتدينا اجره الاوضه. والله ما حصلش نصيب. والنصيب ده هيحصل امتى باذن الله؟ انا بقالي 4 أشهر مستني عليك، لا بطل ابيض ولا اسود. ايه؟ عشان الست هتتوظف. طب ان شاء الله ما توظفتي، الله انا قلبت جنسيتك. بس انا هعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تنامي في الشارع. ماله التلاتوار؟ مش قادرة على الأغرة؟ ما تذكريش في بيوت الناس؟ أنت بكره إيه؟ زكية؟ الله، قدامك من هنا لآخر الشهر، إما لبحتيش المتأخر اللي عليك وديني، لو أنك أنت